مش بتمن على حد ومش بتتمنظر على حد، انت بتنفذ صحيح النصوص اللي الاعضاء صوتوا عليها واللي ومش الجمهور بتقول سندها. كلام بس في الهوا. طيب عمل ايه النادي الاهلي عشان يلتزم بهذه القيم؟ هو بس عايزين بقى ايه اللي انت قلته ده، هو ده الهدف الحقيقي والرئيسي في الهجمه على النادي الاهلي. لا تقول لي بقى بطولات ولا سبعه وتسعه كل اللي عارفين انه يقدروا يعوضوه، ها ما هو رقمي. والمستحيل تعويضه ما هو قيمي وتاريخي. فيجي يضربك في عمود الخيمه، صدقني لا يضج مضجع اولئك الذين يكرهون الاهلي الا الكلمتين دول اللي انت حضرتك قريتهم واللي احنا بنلخصهم علشان نبسط الليله في قيم وتقاليد النادي الاهلي، وفاكرين ان احنا بنتشدق او بنقول كلام لا نعيه. هو احنا لما انتفضنا حتى في بدايه او نهايه الجوله السابقه من الانتخابات، انتفضنا لما جيت انت ضربت وقلت يعني ايه قيم وتقاليد، وصلت ان بعض المسؤولين عندك ابتدوا يبلعوا طعمه ويقولوا هو ما فيش حاجه اسمها قيم الاهلي مع ان دي نصوص. هو ده الكلمه دي صدقني لا يعني يقض مضجع اي واحد ما بيحبكش الا احساسه بانك انت بتفكرني بقصه الاستاذ حسين عبد القدوس شيء في صدري. اتنين نشأوا نشأة بسيطه، واحد منهم بقى مالتي مليونير والتاني فضل موظف محترم. المليونير ده عنده كل حاجه لكن مش قلقه في حياته غير عم احمد ده. لان عم احمد كان يمثل قيم، ما كانش بيكذب، ما كانش بيسرق، كان متعفف، كان متكبر، فحب يكسره باي طريقه شيء في صدري، عمال اكبر الشعور بعدم الاكتمال يكبر معايا. صدقني كل ما هو قيمة هو اللي بيأذي فاقد الشيء. طيب مجلس إدارة النادي وهو بينا